شوية طويلة سمحوا لي إنه لأول مرة لكم باش نستوجب هذا النظر في هذه القضية عندها واحد الأهمية استثنائية وبالغة جدا. لكن مع ذلك أشير في البداية إلى تعذر حضور السيد مازال الاتصال يتصل بيا ووجود البرلمان، ولكن اللي ما استطاع يتم من قبل وحنا مازال باش عم استمرار التحضير. أولا خصني نشكر فرع الرباط النقابة الدولية للصحافة المغربية لهذا أول خروج ديالو اللي كنعتبرو خروج جد موفق، لأنه اختار واحد الموضوع اللي كيحدى واحد الرهنية كبيرة جدا. طبعا هناك مستجدات كثيرة في المشهد الإعلامي، لكن اسمحوا لي نقتصر على أهمها، لو ندخل التفاصيل هي كثيرة ومتعددة. غادي نقتصر على ثلاثة أو أربعة عناوين اللي عندها أهمية وعندها تأثير في المشهد الإعلامي الوطني. أولا هناك المستجد المتعلق بتوقيع اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. هذه فرصة باش نوضح مهمة توضيحات. بادرنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إعداد مشروع اتفاقية جمعية متكاملة بواسطة خبراء في قانون الشغل ومهنيين. هذا المشروع عرض على أجهزة النقابة بما في ذلك المجلس الوطني الفيدرالي. تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع. أول مبادرة قمنا بها في قيادة النقابة اتصلنا بهيئات الناشرين، اتصلنا بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اتصلنا بزملائنا في الفيدرالية المغربية للناشرين الصحفيين. كان تجاوب سريع جدا من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، واللي باشرنا مفاوضات يمكن نقول واحد 7 أو 8 جلسات اللي كانت جلسات مدنية وصعبة وشاقة في مفاوضات اللي كانت لم تكن سهلة على كل حال، لأنه ما كاينش غير المطالب ديالنا كاين أوضاع المقاومة الصحفية. في حين لم نتوصل بأي رد لحد الآن من الفيدرالية المغربية للناشرين الصحفيين. قيل لنا في وقت من الأوقات أنهم يحددون تكوين لجنة رباعية تضم الجمعية والنقابة والوزارة الفيدرالية، وأنه هذا المشروع سيتناقش في هذا الإطار. هذا ماشي من صلاحيتي أنا كنقابة. النقابة عارض أقدم عرضي للهيئات التمثيلية للناشرين، وطبعا الهيئة اللي غتجاوب معايا يمكن من الطبيعي أنني نتفاعل معها بشكل إيجابي. لحد الآن لازلنا ننتظر الجواب أكثر من سنة ونصف، وأنا كنقابة لا يعطيني عرض أحسن غنمشي معاه. هذه هي النقابة وجدت بهذا الشكل. ولكن مع ذلك نشكر الإخوة في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اللي ما نخفيكمش انه مواقف بعض العناصر في قياده الجمعيه كانت اكثر تقدما حتى من المواقف ديالنا في النقابه فيما يتعلق بالاوضاع الماديه والمهنيه. وجدنا فيهم اصواتنا داخل الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين، وبالتالي وقع اتفاق على ما يلي لان خصنا نعرفوا. وقع اتفاق على الزياده على دفعتين، هذه السنه درهم والسنه المقبله درهم للصحفيين العاملين في المقاولات الاعلاميه، و500 درهم و500 درهم لجميع العاملين في قطاع الصحافه، وهذا لأول مره. الاتفاق الثاني وهو مهم، ان الاتفاق الاجتماعي هو مرحله، واننا بدانا المفاوضات فيما يتعلق بالاتفاقيه الجماعيه التي يجب ان يتم التوقيع عليها قبل صدور المرسوم المتعلق بالدعم، وبالتالي اتصالات مازال ساريه المفعول مع زملائنا في الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين. وكنتمنى وكنتطلع ونحن على يقين اننا غنخرجوا بواحد اتفاقيه جماعيه اللي غتعيد الاعتبار للصحافه المغربيه. المستجد الثاني خصنا نكونوا واضحين ايضا، المقاوله الصحفيه الوطنيه كتعيش واحد الظروف صعبه جدا. حنا النقابه كنعتبروا انه مستقبل الصحفي ومصير الصحفي هو مرتبط بمصير المقاوله وبمستقبل المقاوله، وان افلاس المقاوله هو افلاس الصحفي في حد ذاته. بالتالي نحن معنيون بالاوضاع الماديه والاداريه للمقاوله الصحفيه الوطنيه، وهي حنا كبيره عليها اللي هي كتعيش ظروف في غايه الصعوبه اللي كنعرفوها، ظروف ما بقاش خافيه على الانظار. ايضا هناك المستجد الثالث متعلق باحداث اللجنه. طبعا ازمه المقاوله عناوينها كبيره. مبيعات ما خفيتهمش ديال الصحف الوطنيه كان واحد الوقت يتراوح بين 300,000 و400,000. اليوم مبيعات الصحف لا تتجاوز 30,000 و35,000.
وقع تراجع كبير جدا في الإشهار، وقع تراجع كبير جدا في تحصيل ديون ديال الإشهار. وبالتالي من الطبيعي أننا نعترف ولا يجب أن نعتبر ونعطي الاعتبار للأوضاع المادية للمقاولة. أيضا مستجد آخر الأهم هو تدخل السلطات العمومية لإنقاذ المقاولة الصحافية. إحنا عندنا واحد بشماركين، عندنا واحد دراسة مقارنة. المغرب يعتبر من أكثر الدول في العالم دعما للصحف ولوسائل الإعلام هالثلاث أو أربع سنوات الأخيرة. عندنا إحصائيات مرتبطة بدول أوروبية ودول إفريقية، ولكن المغرب يوجد في واحد المستوى مرتبة الأولى لدعم الصحف. وبالتالي يجب أن ننوه بهذا السلوك وهذا الأداء وهذه الالتفاتة وهذه المبادرة من ذات الحكومة في الاتجاه اللي حافظت المقاولة الصحفية تبقى في غرفة الإنعاش. شكون واضحين ماشي تعافت، ولكن حافظت على الأقل المقاولة الصحفية تبقى في غرفة الإنعاش. المستجد متعلق بإحداث اللجنة الوطنية، اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني اللي كنسميها المستجد التالي المرتبط بنهاية ولاية المجلس الوطني. ولن التنظيم الذاتي، فكرة التنظيم الذاتي كانت دائما في مقدمة مطالب النقابة والصحافة المغربية. كنا نبحث عن قضاء الزملاء، ما نسميه بقضاء الزملاء، وبالتكوين وبالتأطير وبالعديد من الاستحقاقات والتحديات الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسة. لذلك كان تجاوبنا سريع وإيجابي مع القانون 93 لوحدة المجلس الوطني للصحافة، رغم كانت عندنا مجموعة من التحفظات عليه، ولكن كنا كنعتبروا وجود المجلس الوطني اولا هو ضروري. من بعد نداركوا الاختلالات اللي كيمكن تبان ولا التغيرات اللي كيمكن تتضح. ملاحظاتنا كانت كثيره في ذلك الوقت، ولكن اهم ملاحظات كانت عندنا هي ترتبط بحجم تمثيليه الصحفيين. تطرح لنا نقاش داخل النقابه، واش ندخلوا لواحد المؤسسه تمثيليه اللي فيها صحفيين 3400 صحفي ممثلين بواحد العدد، وفيها 70 او 80 ناشر ممثلين بنفس العدد. كنا كنقولوا فكره التناسب كانت مطروحه، ولكن تجاوزنا هذه الصعوبه وقلنا اولا ايجاب وخروج المجلس الوطني من حيز الوجود. ايضا فكره انتخابات المجلس الوطني كانت عليها تحفظات، لانه لما كنقول انتخابات كنقولوا العديد من الامور اللي مرتبطه بالانتخابات، ولكن خصنا قانون انتخابي، خصنا تاهيل، خصنا الظروف والشروط التقنيه التربه والحق لتنظيم هذه الانتخابات اللي غنستعرض بعض التفاصيل. تجاوزنا هذه المغالطه وقلنا ان الاهم هو خروج المجلس الوطني للحزب الوطني. ايضا صلاحيات المجلس الوطني كان فيها نقاش كبير جدا، وكنا كنسعوا انه خصنا نفرزوا ونخرجوا واحد المؤسسه تمثيليه قويه بصلاحيات قويه. اتضح ان هذه الصلاحيات كثير منها ضعيفه جدا كما غادي نوضح. رغم ذلك تجاوزنا هذه الملاحظه وقلنا الاهميه هو خروج المجلس الوطني الى حزب الوطني. كانت عندنا ملاحظات اخرى كثيره جدا، ولكن ما هيش المناسبه باش نستعرضها كامله، انا عطيت اهم العناوين. نذكر بهذا السياق اننا احنا كنقابه لم يحدث يوما اننا تقدمنا او طالبنا لا بالتمديد ولا باللجنه المؤقته او باي صيغه بديله اخرى. لم يحدث هذا في يوم من الايام، نحن كنا نتفاعل مع التطورات في 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 حين. في بحر سنه 2021 اشتغلنا داخل النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه لمده تتجاوز 6 اشهر، وحضرنا مشاريع تعديلات للقوانين الثلاث 13-88، 13-89، 13-90، وقدمنا هذه المذكرات التفصيليه الى الوزاره الوصيه انا. ما كانش تجاوب بالشكل اللي خصو يكون، هذه ماشي مسؤوليته. وذكرنا بكل التذكره موجوده عندنا في النقابه اللي بغيت طالع عليها هي راه الاشارة. لذلك اليوم نطالب تعديل هذه منظومه القوانين. ولما كنطالبوا بهذا التعديل ما كنقولوش قوانين فاسده، ولكن ونعطي الدليل اليوم. قانون الصحافه والنشر اللي صدر 15 نوفمبر 1958 عدل الى الان 10 مرات. ما كاينش شي قانون موجود في البلاد اللي تم تعديله كل هذه التعديلات في هذا الوعاء الزمني المحدد.
لماذا؟ لأنه هذه المهنات اللي كنمارسوها كترتبط ارتباط شديد بالتطورات الحاصلة في القطاع، وبالتالي كل مرة كتبان ضرورة إلى تعديل أو تعديلات أو إصلاحات في منظومة القوانين. وبالتالي ماشي عيب أننا في كل لحظة في كل سنة نطالبوا بتعديل القوانين، لأنها كتبان لنا مجموعة من الأمور. الآن علاش كنعتبروا أن الأولوية هي لإصلاح منظومة القوانين، خصوصا القانون 1390 لوحدة المجلس الوطني؟ أولا لأن هناك إشكالية ترتبط بصلاحيات المجلس الوطني، صلاحيات اللي هي ضعيفة وما يمكنش تجاوب مع التحديات المطروحة في المشهد الإعلامي الوطني. لجنة أخلاقية المهنة، لجنة أخلاقية المهنة القانون كيعطيها إصدار عقوبة تأديبية في حدود، ولكن هذه العقوبة تبقى عديمة الفاعلية لأنه ما كاينش آلية تنفيذ هذه العقوبة في القانون. العديد من الزملاء يصدروا بحقهم قرارات تأديبية بسحب البطاقة ورفضوا يرجعوا البطاقة، في القانون ما عندكش ما يجبر الصادر بحقه أي قرار بإرجاع البطاقة. صعوبة التبليغ، كاين إشكال حقيقي في صعوبة التبليغ، ما كاينش ما كيتوصلش، كيعطيك عنوان تلقاو بعض المرات عناوين وهمية، تلقاو واحد المرة لقينا واحد الطفل ساكن في الدار مع شي مور، كاين صعوبة ديال التبليغ، فلذلك عندنا تعديل يرتبط بالتبليغ. أيضا المدة المعالجة، مدة المعالجة طويلة جدا، ما يمكنش واحد الملف يبقى معروض على لجنة الأخلاقيات ديال المجلس الوطني لمدة سنة، لأنه كاين مشكل التبليغ، كاين الدفاع كيجي يطلبوا على إعدام الدفاع، كاين وقع تطورات، وبالتالي لابد من تقليص هذه المدة ديال المعالجة.